مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفقرة كل يوم كتاب. اليوم رح بحكي عن كتاب مميز وبيحمل عنوان لا ليجون دوري لجاك دو فوراجين، يلي بيرجع هذا الكتاب لسنة 1264. جاك دو فوراجين يلي هو كان معروف تحت اسم جوكابوس دا فوراجيني بين 1228 و 1298 عيش، هو كتب هذا الكتاب يجمع حياة كل الشهداء وكل المؤمنين بالدين المسيحية ويلي ماتوا كرمال يسوع المسيح وكرمال اقتناعهم للدين المسيحي. بهذا الكتاب يلي ما زال حتى اليوم مرجع لكل الشهداء المسيحيين، تقسم حسب الرزنامة اللوترجية ويلي فيه اسماء جميع الشهداء والطريقة قتلهم بسبب ايمانهم بيسوع المسيح وبالمسيحية. بهذا الكتاب يلي جمع فيه دو فوراجين كل اسماء الشهداء منلاحظ الوصف الدقيق لكل شخصية وكل قديس وشهيد مات باسم يسوع المسيح. من الكتب الدينية اللي ما زالت تستعمل ومرجع عام للأسماء القديسين والشهداء المسيحيين، أكيد بشجعكم لقراءة هذا الكتاب المميز والمهم كتير.